إذن تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشرق، قناة شوف تي في وشوف سبور، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من الملعب الشرفي لبني ملال، لحظة دخول لاعبي فريقي رجاء بني ملال وشباب أطلس خنيفرة لإجراء التسخينات قبل والإحماءات قبل بداية مقابلة الدورة 30 الدورة الأخيرة من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. رجاء بني ملال صاحب الصف السادس ب 41 نقطة يواجه أطلس الشباب أطلس خنيفرة صاحب المركز الثامن، مقابلة شكلية لإناء الموسم بعد ما ضمن الفريقان مكانتهما في القسم الاحترافي الثاني. دخول لاعبي رجاء بني ملال وكذلك حكام المقابلة وكذلك لاعبي شباب أطلس خنيفرة لإجراء الإحماءات والتسخينات قبل بداية المقابلة ديال الدورة 30 الدورة الأخيرة من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، تنطلق بعد 27 دقيقة بالضبط من الآن. متابعينا مشاهدنا الكرام، 27 دقيقة تفصلنا عن بداية المقابلة. متابعينا مشاهدنا الكرام، من هنا من المركب الشرفي لبني ملال الذي يحتضن ديربي الجهة، ديربي جهة بني ملال خنيفرة، ديربي آخر بطعم آخر بدون أي طموحات للفريقين، خصوصا يعني رجاء بني ملال فمبقاش عنده حدود أنه يطلع يعني خسر رهان السباق نحو إحدى البطاقات المؤدية إلى البطولة الاحترافية في القسم الأول على الصعود. وكذلك شباب أطلس خنيفرة للترتيب ديالو وسط سلم الترتيب في المركز الثامن، مقابلة بدون أي طموحات، مقابلة فقط لإنهاء الموسم الرياضي الكروي الحالي 2023-2024. بطبيعة الحال متابعينا مشاهدنا الكرام، مقابلة شكلية أخيرة للفريقين.